مساء الخير سيدي، اسمي مان يوسن، جئت من نابل. أريد أن أسألك سؤالا حول الفيداس، لأني أؤمن أن الفيداس من الكتب المقدسة الرئيسية للهندوسية. إذا كنت تظهر نقاط التشابه مع الكتب المقدسة الأخرى، لماذا لا تظهر نقاط الاختلاف أمام الناس غير المسلمين؟ النقاط المتناقضة أو المتضادة مع بعضهما البعض، لأني أؤمن بالنقاط المشتركة، ولكوني فتاة هندوسية من المهم لي أن أعلم ما هي النقاط المشتركة وما هي نقاط الاختلاف بالنسبة للكتب المقدسة الهندوسية. الأخت سألت سؤالا جيدا جدا، هي قالت إنه بالنسبة للفيداس فقد بينت نقاط التشابه، لماذا لا أتكلم عن الاختلافات؟ وهي تريد أن تعرف ما هي نقاط التشابه والاختلاف. أختي، إذا كان بإمكاني إعطاء محاضرة عن التشابه بين الإسلام والهندوسية لبضع ساعات، فبإمكاني أن أعطي محاضرة أكبر وأطول عن الاختلافات بين الإسلام والهندوسية، لكن سبب اختياري الحديث عن نقاط التشابه أو هو النصيحة التي أعطيت لي عن طريق خالقي الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة آل عمران 3 الآية 64، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والكلمة هي ألا تعبدوا إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية من القرآن تبين لنا الطريقة التي نخاطب بها أنواع مختلفة من الناس. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والكلمة الأولى أهم كلمة، ألا نعبد إلا الله. فيما يخص الاختلافات، أختي أستطيع أن ألقي خطبة لساعات عن الاختلافات، ولكنها ستكون حقد أو عدائية، ربما يؤذي ذلك مشاعر أحدهما، ربما أجبر على فعلها خلال مناظرة. عندما تكون هناك مناظرة على سبيل المثال، كانت لدي مناظرة مع شخص اسمه دكتور ويليام كامبل. هل سمعت المحاضرة أختي؟ نعم، لقد رأيت الفيديوهات الخاصة. إذن تلك المناظرة كانت تتكلم عن الفروقات بين المسيحية والإسلام، لأنه كتب كتابا يقول فيه أن هناك 30 خطأ علمي في القرآن، ولمدة 8 سنوات لم يرد مسلما في الولايات المتحدة، أصبح كتابا عالي المباعات. لذا فإن الطلاب في الولايات المتحدة اتصلوا بي، وكان الحوار بعنوان القرآن والإنجيل في ضوء العلم. أيا كانت الإدعاءات التي كتبت ضد القرآن فقد أجبت عليها جميعها. أنا أظهرت 38 نقطة في الإنجيل مناقضة للعلم، لم يستطع الرد على أي منها. لذا خلال المناظرة يمكن أن أفعلها. لذا إذا كنت سأناظر هندوسيا وقال أن الفيداس لا يخالف العلم، خلالها أستطيع أن أتحدث عن الأشياء غير العلمية. لكن إذا تكلمت عن الاختلافات ربما ستشعرين بالاستياء إذا كنت تريدين أن تدخلي في أمور الاختلافات. بالتأكيد يمكنك أن تطرحي أسئلتك في منظمتنا وسنجيبك بكل الأشياء، ولكن أمام العامة أنا شخصيا لا أريد أن أتكلم عن
أنا شخصيا لا أريد أن أتكلم عن التناقضات إلا إذا أجبرني أحدا وليس بإرادتي، لكن ما دمت تعرفين الأشياء المشتركة دعينا نتفق على ما هو مشترك. لذا أنا أخبر الناس ما هو المشترك في الفيداس وفي الإنجيل والقرآن، ليتفق الجميع أن على الأقل أن كتاب واحد هي كلمة الله. الهندوسية سيقولون أن الفيداس هو كلام الله، المسلمون سيقولون أن القرآن هو كلام الله. أنا أخبرهم بالأشياء المشتركة التي يوافق عليها الجميع. دعونا نتفق على أن نتبع ما هو مشترك. لذا فعندما تتبعون الأشياء المشتركة في الفيداس والإنجيل في الكتب اليهودية التلمود وفي القرآن، نجد أن جميع الكتب تقول أن هناك إله واحد. كل الكتابات تقول أن آخر المرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أنا أسألك أختي، لماذا لا تؤمنين بوجود إله واحد؟ أريد أن أسألك السؤال أختي، هل تؤمنين بإله واحد؟ أنا أؤمن بإله واحد. وهل تؤمنين أختي أن آخر المرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألك هذا السؤال لأنه من الصعب فهم القرآن والفيداس، وأنا محتارة أيهما الأكثر فائدة لي للوصول إلى الله. أعني لعبادتي الله. أختي هل سمعت محاضرتي حول التشابه بين الإسلام والهندوسية؟ أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم في النصوص الهندوسية، هل سمعت هذا؟ هل تعلمين أن كتابكم تقول أن آخر المرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هل تؤمنين أن النبي محمد رسول الله؟ نعم، هل تؤمنين؟ إذا كنت تؤمنين أن الله واحد وأن عبادة الأصنام محرمة، وإذا كنت تؤمنين أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر المرسلين، بالعربية نحن ندعوك كمسلمة. أختي هل تؤمنين بإله واحد؟ نعم أؤمن بالإله الواحد. هل تؤمنين أنه ليس هناك عبادة أصنام؟ هل تؤمنين أن الله تعالى ليس لديه صور؟ تؤمنين بهذا؟ نعم. وأنت أيضا تؤمنين أن رسول محمد هو رسول الله؟ إذن ماذا دخلتي؟ من الممكن أنك لم تعرفي عنه كثيرا، ولكن بقولك أن لا إله إلا الله وأن النبي محمد هو رسول الله، أنت أصبحت مسلمة بطريقة غير مباشرة. مسلم تعني الشخص الذي يخضع إرادته لله. إذن هل تخضعين؟ لكن أنا مسلمة بشكل غير مباشر. فقط إذا كان الفيداس أو القرآن يقول نفس الشيء حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة أيضا لا مشكلة، حتى إن كان بطريقة غير مباشرة فأنت أيضا مرحبا بك. إذا أتيت بشكل مباشر أو غير مباشر نحن نرحب بك أختي. أنت تعرفين الأشياء المشتركة. إذا قالوا الفيداس بأن رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وأن عليك اتباعه، إذن باتباعك لرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تتبعين الفيداس أيضا. ثم عليك أن تجد ما الذي قاله النبي محمد، ثم عليك أن تقرأي الحديث تدريجيا شيئا فشيئا. لكن هل تعترفين بذلك أم لا؟ أنا أريد أن أعرف هل توافقين على أنك مسلمة؟ مسلم تعني الشخص الذي يخضع إرادته لله. لماذا من المهم أن الشخص الذي يؤمن بالله واحد يدعى مسلم؟ نعم، لماذا؟ مسلم يعني الشخص الذي يعلن الخضوع لله، وأكثر الأشياء أهمية ليظهر الخضوع لله هو الإيمان بالله وعدم عبادة الأصنام وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. إذا قلت هذا فهو يعني إنك موافقة على الخضوع، ثم بمرور الوقت ستتعلمين أكثر وأكثر وتعرفين ما هي المتطلبات عن الصيام
الصيام والصدقة، لا تختلس، لا تسرق. هذه تأتي لاحقا، ولكن هل أنت موافقة على التسليم والخضوع لله؟ وهل أنت موافقة على اتباع تعليمات رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ من المهم، وهو المهم، أنا أسألك، نعم أوافق. إذن هل ترغبين في نطق الشهادة؟ تعني هل تريدين القول بالعربية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، هناك إله واحد وأن الرسول محمد هو آخر نبي. ما شاء الله أختي، أهنئك. أنا فقط أريد أن أقولها بالعربية، وأريدك أن تعيدها. ما قلته هو نفس الشيء، لكن أختي أريد أن أسألك، هنا أحد يجبرك على قول هذا؟ لا، لا أحد. هل هناك من يضغط عليك؟ هل الأمر كله بإرادتك؟ حسنا أختي، سأقولها بالعربية فقط، رددها. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ما شاء الله، ما شاء الله، شكرا لك. أنا أهنيك أختي، الآن دخلت الإسلام، وإن شاء الله للحصول على المزيد من المعلومات وللتعلم أكثر عن الإسلام، ابقي على الاتصال مع الأخوات في منظمة البحوث الإسلامية، سيكون من الشرف لنا أن نوجهك. وإذا كانت لديك أي تساؤلات حول القرآن أو الإسلام، أنت مرحب بك بيننا. وحتى لو كانت لديك تساؤلات حول الهندوسية، نرحب بذلك أكثر أختي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمنحك الجنة. أنا أهنئك، الآن دخلت الإسلام، وإن شاء الله للمزيد من التعلم أكثر عن الإسلام، ابقي على الاتصال مع الأخوات في منظمة البحوث، سيكون من الشرف لنا.